فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع الزكاة لمن عليه دين لا يقدر على الوفاء به؟ نعم، إذا كان عليه دين حال ومطالب به ولا يقدر على تسديده يعان من الزكاة تسديد دينه. نعم فضيلة الشيخ، لأنه من الغارمين، الغارمون لهم حق في الزكاة سواء كان غارمين لأنفسهم أو لغيرهم، هذا غارم لنفسه، اللي عليه دين غارم لنفسه. نعم